القانون صادر في وقت المؤتمر الوطني، صدر مصدر القانون في حين بدايه الوطن وفي اجازه حتى. كان القانون بحد ذاته ما ينسب نفسه يعني بحمايه المتظاهرين، هذا امر تطرقنا للقانون حق جميع يعني رجالات الدوله والمؤسسات. اليوم هي الجلسة الثانية بما يتعلق بمناقشة قانون حق التظاهر ومدى مطابقته للمعايير الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومدى مطابقته لحرية التعبير والإعلان الدستوري. طبعا أجرينا الجلسة السابقة متعلقة بمناقشة حق التظاهر، وتطرقنا للعديد من المثالب والإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض نصوص مواد القانون متعلقة بحق التظاهر. فكانت الجلسة الأولى هي تشخيص القانون من الناحية تشخيص الوضع القانوني للقانون ذاته، وتطرقنا لعدة إشكاليات كيف ما ذكرت لكم. الجلسة هذه هي الجلسة الثانية لإكمال مناقشة القانون ومحاولة إصلاح بعض المواد التي لا تخدم حرية التعبير ولا تخدم حرية حق التظاهر. المتظاهرين أعطاها للمتظاهرين أنفسهم، في حين استعجال شعبي مجموعة طلعت بالشارع يعني بموجب القانون هذا يشدوهم ويعتقلوهم ويأسفوهم ويقتلوهم. المحور الثاني هذا حق طبعا دستوري يتحدث عنه الإعلان الدستوري، وتتحدث عنه كل الدساتير وكل المواثيق الدولية بأن هناك حقوق للإنسان لصيقة به، وهي حقوق طبيعية سواء مثلا كالحق في الاسم والحق في الموطن والحق في الإقامة والسفر والتنقل والزواج والعمل وغيرها. أيضا هناك حقوق أيضا معنوية مثل حق التعبير وحق الرأي وحق التجمع والتظاهر والاحتجاج وفق القانون، يعني بإجراءات قانونية تضمن يعني سلامة حق التظاهر مثلا السلمي، وتضمن سلامة يعني مؤسسات الدولة وعدم انتهاكها. أي شخص يتعرض للاعتقال أو يتعرض للسجن مع مديريات الأمن كانت تصمم على الجنوب والبنغازي، فيش حاجة مثل لائحة تنظيمية داخلية أو الحكومة مصممة شيء معين. لكن كما تعلمون ما ينقصنا هو اليوم ان احنا يعني دائما في الازمات المدني وزاره الداخليه قصد القانونيين ينظم الجانب